السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أحبائي متتبعي قناة تتعلم. اليوم إن شاء الله سنتعلم كيفية تحميل الأفلام والمسلسلات من موقع ماي إي جي. طبيعة الحال يعني موقع ماي إي جي يعني شأن باقي المواقع الإلكترونية أو الخاصة بالأفلام والمسلسلات، يعني مثل سيما كلوب، سيما فوريو، وأيضا دار.كوم أو إي جي أب أو غيرها من المواقع. يعني بالنسبة لي يعني كتجربة شخصية لا بأس بها يعني منذ مدة طويلة، يعني هذه هي أفضل المواقع التي أستعملها للتحميل أو مشاهدة الأفلام بشكل مباشر. إذا ما يهمنا في هذه الحلقة إن شاء الله يعني ليس هو الموقع في حد ذاته، وإنما يعني كيفية تحميل وتخطي الإعلانات بكل بساطة. يعني ما يجي فقط هو كمثال فقط، يعني ويمكنك تطبيق نفس الشيء على باقي المواقع. يعني كما تعلمون يعني خذينا بورتات لأنه يعطينا مكونات الموقع أو أقسام موقع، يعني أفلام أجنبية، برامج، مسلسلات إلى غير ذلك. يعني سنأخذ أي فيلم أو أي مسلسل بطريقة عشوائية، نأخذ سبيل المثال يعني هذا الفيلم الجديد عفوا 2014، تضغط على هذا الرابط مثلا. إذا ما يهمنا يعني هو هذه السيرفرات أو الخوادم التي تجدها في جميع المواقع، يعني كيف أي موقع كيف ما كان تجد فيه هذه الخوادم. إذا نأخذ على سبيل المثال من فايل ريو بوين، يعني هذا سنأخذ مثال تخطي الإعلان أو بتحميل من خلال هذا الخادم، ثم بعد ذلك سنأخذ مثال أب تو بوكس. يعني هذا فقط أمثلة. أولا تقوم بإدخال الرمز هنا للتأكيد أنك لست روبوت، إظهار الرابط، اضغط هنا للتحميل، وهنا تبدأ المشاكل. يعني يبدأ بأخذك إلى روابط خارجية أخرى، إلى إعلانات أخرى، وهذا ما يزعج الكثير بطبيعة الحال. يعني لاحظ ما يعني هذا صفحة إعلانية. تذهب إلى تيليشارجي ليبر، يعني ستجد العديد من أبلود إلى غير ذلك. تيليشارجمون ليبر، لاحظ ما أيضا يأخذك إلى صفحة أخرى لا تذهب إليها، فقط قم بإغلاقها أو ابقى في نفس الصفحة، ثم تضغط مرة أخرى إعلانات، داونلود في كل مكان، ثم تقوم بإدخال الرمز هنا، ثم فيشي دو تيليشارجمون. لاحظ معي يعني هذه فقط إعلانات، داونلود فيلم، داونلود إبيكر، يعني هذه فقط إعلانات لا تضغط عليها. يعني ما يهمنا نحن هو تيليشارجي أو فيشي دو تيليشارجمون، تضغط عليه مرة أخرى، ثم ستضغط مرة أخرى أيضا إلى أن يظهر لك مثلا إدمان أو يتم تحميل الفيلم أو المسلسل بطريقة مباشرة، أو تضغط على دوار. إذا نحن لن نقوم بتحميل أنيلي. لاحظ معي كم صفحة إعلانية هنا، يعني إغلاق. سنأخذ أيضا أب تو بوكس، يعني هذا الخادم أو السيرفر أيضا هو جيد أو جميل في التحميل لأنه يتميز بالسرعة. نفس الشيء تضغط أو عفوا تدخل القن أو الرمز هنا، يضغط هنا للتحميل. يعني هذه عناصر مشتركة، واحد معي، هي فقط يعني عملية روتينية. يعني مع المدة ستتعلم يعني المواقع أو الأيقونات ذات الروابط الخارجية أو الأيقونات المزيفة والأيقونات الحقيقية. يعني هنا هذا إذا أردت أن تشاهد الفيلم بشكل مباشر، ما عليك إلا أن تضغط هنا عدة مرات. لاحظ معي تيليشارجي بريميوم لا تهمنا لأنها يعني بالمقابل،
أنا دائما أفضل أختار تيليشارجي غاتوي، ثم تعود إلى الصفحة دائما، مرة أخرى تضغط عليها، هنا يقوم بإنتاج الرابط، رابط التحميل طبعا، ثم تضغط هنا كليكي ici pour lancer votre téléchargement. وليس تيليشارجي هنا، الله معي، وليس داونلود، وليس عدة أيقونات، ركز جيدا، يعني عليك ضبط هذه الخوادم أو هذه السيرفرات. ثم يأخذنا مرة أخرى، يعني هذه الإعلانات صراحة يعني فهي تشكل إزعاجا، خاصة إن لم تكن تعرف مسبقا كيفية التحميل، يعني تبقى تتبع داونلود تيليشارجي تحميل إلى ما لا نهاية دون تحميل أي شيء في الأخير. لاحظ معي يعني هنا سيبدأ التحميل بطبيعة الحال إذا ضغطنا على ديماري، ولكن نحن لا يهمنا الفيلم. نفس الطريقة يمكن تطبيقها على باقي المواقع كما سبق الذكر، يعني سيما كلوب، سيما فور يو، دارداركوم. أنصحكم يعني بهذه المواقع لأن تجربة شخصية، يعني هذه المواقع فهي جيدة ودائما تحتوي على الجديد، يعني هي نفس الأفلام تجدونها في جميع هذه المواقع. العملية يمكن استخدامها في جميع السيرفرات. هنا يعطيك يعني جودة الفيديو و يعني كتلته من الجيجات أو من الميجات، يعني تختار ما يناسبك وما يناسب سرعة الديبي لديك. يعني فقط يعني كمعلومات إضافية، يعني هذا موقع ماي إي جي فهو يتكون من عدة أقسام، أفلام أجنبية، هندية، وثائقية. ما عليك إلا الاختيار القسم الذي يناسبك. وأخيرا أتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى فيديو آخر بإذن الله.